السلام عليكم، معكم حسان وعدنا في لعبة جديدة، لعبة Stranded Sails. توني ماخذ الكي حقه قبل ما تنزل، قلنا نجربها سوا نشوفها قبل ما تنزل. يا علي شو وضع اللعبة ذي؟ خلنا نشوفها سوا. Let's go. ايوه This was the best birthday ever. افضل يوم ميلاد. ان ابوه قال له عن المفاجأة. وش المفاجأة؟ بكرة راح نبحر إلى فوياج. هذه في الجهة الأخرى من المحيط، يعني جزيرة بعيدة وشكلها يعني يبغى يشوفها اللاعب. بنروح نقابل طاقم الأبو في الجزيرة هذيك. أوكي، هذه هدية يوم ميلادي يعني. طيب يلا خلنا نروح ننام وبكرة يصير خير. صباح رباح، شكلها رايق اللعبة. أوكي موف. أوكي ويك أب. وش طحاني هنا أنا؟ شو السالفة يا عيال؟ طيب وش جابنا هنا؟ اكسبلور ذا ايلاند. طيب خلنا نستكشف الجزيرة. في فوق هنا وش هذا الباور؟ اوكي ها؟ وش ذا العصفور اللي تو مر؟ اوكي وش السالفة صدق؟ وش في هناك؟ في كنا في زر على الارض. هذا وش اللي تحت على الارض؟ ايوه في شيء هنا بعد. هذا اسمه بلينك رون، هذا اذا لمسته راح يتفعل. شو سوى؟ نقص من الطاقة حقتي، ايش فيه؟ خير ان شاء الله. شو سويت طيب؟ شو الفائدة؟ طيب خلنا ناخذ هذه. شفل، اوكي. هلا انت حبيبي، ايش عندك؟ اوكي، I've been expecting you، كنت متوقع انك تجي، ايش السالفة؟ اوكي، انا صح اني اقدر اتكلم، ما ادري انك مستغرب. اوكي. You are dreaming all of this. قول هذا حلم. اوكي. وات؟ اوكي. الولد من الحماس انه بيسافر بكره الجزيرة الثانية، قام يحلم انه في جزيرة. فقال هذا اوكي فرصة انك تتعلم اشياء في حلمك. اوكي. يعني بقد نتعب في الاخير حلم، قلع بالغبنة. اوكي يقول يلا لازم ناكل لنا شيء. هلا والله. اوكي حلم يا عيال، اي شيء ممكن يصير فيه. يلا خلاص خلص علي. اطلع التفاح. اوب. طيب فايند ا باكيت، هذا باكيت فوق. بعدين ناخذ المويه هنا. فايند ا باكيت وجادر 3 كورن سيدز. طيب نجيب بذور ذره. هلا بالباكيت. نايس. وشو ذا هذا؟ يبغى نكسره بعدين باكس ولا شيء. ايوه. لقينا واحده. اوكي حلو. في تحت هناك شيء. يمدينا نزرع، يمدينا نطلع ضار من الارض. هذه عين. وش في سالفتها هذه؟ يا اخي وش سالفتها هذه العين؟ وهنا واحدة ثانية. في فوق علبة. اوكي ما ادري صندوق، خل نروح ناخذه. اتوقع راح نلقى فيه سيدز بعد. هو اوكي في تشستات فوق. هلا والله. اوكي باقي لنا واحدة بس وخلاص. نحتاج اكس عشان نقدر نروح فوق. اوكي خلاص خلينا ننزل تحت عند الشاطئ، اتوقع راح نلقى تحت اشياء. شوف هذا يتعب كل ما ركض. هذا حق الركض، هاي ستامينا. اوكي طب هذه وشو؟ هنا نبني سلم. يقول لازم يكون معنا المتطلبات اللازمه يعني. اوكي ما نقدر نروح الجهه اليسار، بنسد فينا الطريق. سحليه. هلا هلا والله يا سريعه. ايوه هنا من اول. هلا والله. اوكي يلا تعال علمنا يا ورع بزر. اوكي يقول ذا سويل انسايد ذس فنس مدري وشو. يلا ما عليك، سهلات لعبتنا الحفر وال وبعدين بعدين نحط السيدز وبعدين نعبي مويه. اوكي ايزي يا عيال. عطنا الحين السيدز. حلو نايس، ما شاء الله على طول يطلع خضار، لا اله الا الله. طيب الحين نبغى التولز. عطنا الباكيت. عب هنا يا ابوي. نايس حلو والله. اوكي كم يعبينا؟ ثلاثة الباكيت الواحد. والله يمكن اكثر بعد، شوف لسه ما خلص. اوكي حلو قضينا. اوكي وش السالفة؟ هيك ابو الحلم القوي يا عيال. يلا اعطانا بيت عشان ننام فيه. طيب شايني بلندرز ديكوريشن سمبل وود. اوكي ايش في يا ابوي؟
شكرا. خلنا ناكل. وخر خلنا ناكل. هاي شلون حط السرير؟ ايوه كبر كبراه. اوكي اوكي طلعنا من ديكوريشن مود. حلو الحين نقدر ننام هنا. اوكي يلا ننام وان شاء الله بكره نلقاها ازهرت اثمرت ما ادري وش الزبده ان الذره تكون طلعت. اوه استمرة زادت لاننا نمنا كويس. هلا والله يا صباح الخير يا عيال. انا توني صاحي قاعد اسجل لكم مقطع وتوني صاحي فاعذروني على صوتي يعني. ها اوكي نايس. هذا العيون بس لو عرف وش سالفتها يا اخي ما يمديني احفرها. طيب اسقيها. طيب اوه المايه فضت يوم نمت. وراك تاخذ مويتي يا ورع. I have an axe for you that. اوكي بيعطينا الاكس. حلو هلا والله. اوكي شكرا. اوكي اوه منظار. هلا والله تلسكوب. هلا هذا احس فيه اشياء واجد. حبل اوكي مقطع رايح فيها. شو ما فيه يا اخي هذا ال... شو سالفته ذا؟ شوف تحت فيه اغراض بعد. اوكي هذا وشو؟ هارد وود فراجمنت. اوكي ريشه. هلا والله. اوه يقول هذه نيد فيذر. هذه ريشه يعني نادره. مكتوب هنا اجريت جيفت يعني هديه مميزه لمين؟ للي يحبون الريش. يعني ممكن اعطيها الغراب بعد شوي. ما ادري الببغاء شغراب بعد انا. طيب نعطيها الببغاء يمكن ينبسط عليها. فوق خلاص خلصنا المنطقه اللي فوق. في تحت طريق. ايوه هذا اوكي. اصلا في طريق هنا. اوه هلا والله. وش ذا؟ هذه ذره. وش ذي؟ اي والله سيدز. ما ابغاها يا رجال دامي في حلم ما احتاجها. اوكي في طريق تحت هنا ما راح افتحها الحين. هذا وش هو؟ هذه لقيت واحده حتى في الشاطئ تو بعيده شوي لسه ما رحنا لها. شوف تحت هنا في ذره بعد بطاطس. اوكي عشان نقدر نزرع انواع مختلفه. اوكي طيب هل بصحى من الحلم في الاخير ولا شو السالفه؟ اوه سمك. عطني السمك اهو. ايوه سناره. هلا والله. اوكي والله يا حبيبي مستعدين. ها هنا واضح في صيد بصير. تعال اوكي يلا شلون 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 بول فيش. اوكي ليفت كليك. يلا هزي تكفين. اسحب اسحب. هلا والله هلا والله ماكر. اوكي هلا والله بالسمكه. سيدز هذا وش هو؟ اونيون. اوكي بصل. ريشه ثانيه. هلا والله. طب السمنه تزود لما امشي خفيف؟ اي تزود. شوف تطلع صوت هي تزود. يقرب الازعاج. طيب هذه عندنا مهمات. اكسبلور ذا ايلاند. استكشف الجزيره وبلانت نيو سيدز. الكورن شكله لسه مطول فخلنا نزرع زياده. عندنا اشياء زياده جبناها بس المشكله ما عندي استامينا يا عيال. ضار استامينا ما راح تكفي. يا ليل بزر انت تنام على الارض. احد يتعب جوا حلم يا عيال ايش فيه؟ قم قم بس يلا قم. اوه رج... اوكي بس اغمى عليه شوي. اوكي كمل دام اعطانا استامينا زياده كمل يا ابو. بطاطس وبصل وهنا نحط ذره. طلع لي صوره حفر يا عيال. اقدر احفرها؟ اخف خف ما جهزت. يعال يا ليل طلعناها بدري يا عيال. يا الله يا اخي علمني يا ورع. طلعنا سيد. لازم نصبر زياده الحين. يلا جيف جيفت خلنا نعطي هذه. هلا والله انبسط يا عمري. حليله. اوكي زادت الريليشن شيبس او الريليشن شيب اللي بيننا بس ما ادري ايش الفائده. ايوه هذه علاقتي مع الببغاء زادت كومفورتبل صار. اوكي تليبورت سكوب. ايوه الحين اقدر اسوي تليبورت للبلينكس هذه العيون. والله شيء حلو. عشان ايش؟ عشان ظبطنا علاقتنا مع الببغاء. اعطانا الخاصيه هذه اني استخدم ال اوكي اني استخدم التلسكوب في اني اتنقل للعيون.
يعني بكون فوق مثلا هنا هذه العين، بس هذه رحنا لها اوريدي، ما في حد، ما في عين تحت. هذه ما استكشفناها، قهر اللي تحت. طيب خلينا ننزل اجل ناخذها. هي خلاص اقدر اتنقل اي عين ابغاها بالتلسكوب، بس لازم اكون مستكشفها قبل يعني. اوه لسه في طريق هنا والله. صندوق صندوق صندوق، تعال تعال تعال. هلا والله. وشو ذا؟ شايني بلندر. اوكي ريشه. هلا والله. في صناديق فوق، في عين هنا. هذه الخشبه ان شاء الله بنكسرها، بس مو الحين، اصبروا. طماطم. اي والله طماطم. اوكي خلنا خشبه وشيء تحت هنا. ما ودي افتح لي طرق وانا لسه ما استكشفت المنطقه كامله، استكشف بعدين حبه حبه نفتح الطرق يعني. هذه بعد شيء طريق نفتحها بعد ما نخلص المنطقه اللي تحت، عشان ما نضيع يعني، ما نعرف وش غطينا وش ما غطينا. فاضي هذه المنطقه مره، في هذه بس طماطم. هلا والله هلا والله. وش ذي الاغراض يا حبيبي؟ خشب حلو، حبل نايس. هذا وشو يا اخي؟ You found a map، خريطة. You use it to instantly travel back to your camp. اوكي الحين اقدر ارجع على طول للبيت. لا لا اصبر، ما ابغى ارجع على طول، ابي استكشف المنطقة. اصبر هنا تحت شلون ننزل؟ ما في طريق، حتى يسار مقفل. شوفون في بحر. شفت السلطعون مدري وشو؟ لا ما اقدر اسبح، شلون اروح له طيب؟ دام تأخر الوقت خلينا نحط الماب وارجع يا ابوي رجعني. اوكي حلو 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 حلو. اسمع عندي لك هدية، ها هديتين بعد، ثلاثة ثلاث ريش عندي يا عيال، بس ما ادري تعجبه ولا لا. ايوه صار تراستنج الحين، في ثقة بيننا صارت. كان مرتاح لي، الحين لا يثق فيني. اوكي في سبع ريش يقول فايند 7 اولد 7 نيد فيذر. سبع ريش احنا اعطيناه كم؟ اعطيناه يمكن ستة يمكن، والله ما ادري. اربعة اعطيناه، أربعة أعطنا، باقي ثلاثة. أوكي طيب وش أعطانا الحين؟ Trusting. يقول الحين اللي أعطناها Perfect Form. هذه وش وشي؟ تو لما جينا نصيد السمكة أعطانا ثلاث نجمات في فراسة كذا مرة، هذه معناته إنه Perfect Timing، إن سحبناها في وقت مناسب. لما نسويها المرة الجاية يصير يسحب أقوى، فيسرع لنا الوقت يعني. هذه الخاصية الجديدة يعني، مو بذاك الزود صراحة، بس شكرا يعني، شكرا يا عيال. شوفون تحت هنا ايش طلع لي، مكتوب هارفست يور كروب، يعني في كروب جاهز. بس وش يقول؟ يقول استخدم يدينك. شكله شافني وانا استخدم الشفل تو واخرب ام الوضع. طيب شوف اصلا ما كانت جاهزه، شوفون فرق الشكل. اوكي بس في الثنتين جاهزات الحين، ضار باقي لنا هذه. تعال تو حنا نسولف مع الببغاء، قال لنا في كهف فيه يطلع منه اصوات، بعدين قال خلاص لا تشيل هم لا تشيل هم، وقام وجلس يكمل لي على موضوع الدورة وما ادري ايش. فالظاهر لما نخلص المهمة هذه يمكن خلينا نستكشف الكهف، والله ما ادري. الحين انا شلون انزل تحت هنا؟ احتاج قارب الظاهر، في اماكن ما اقدر اروح الا بقارب. يمكن اعطينا قارب، ما ادري. حلو جهزت جهزت نايس، كلهم جهزوا يا رجل. طبعا الحين خلصنا المهمات اللي علينا، استكشفنا الجزيرة وزرعنا اشياء مختلفه غير الذره، بس باقي ولا وحتى خذينا ثلاث ذره، بس باقي نكلمه الحين. طب اصبر. نعم ايش عندك؟ هلا والله، وش المطبخ؟ اوكي يلا سوي لنا ذره. عطنا ذره كوك. ايوه هلا والله، خلاص ليب نبت المطبخ. اوكي هذا اكل يعني للطريق يعني، عرفتوا؟ في هنا استفهام وشو، خلينا نجربه. ديسكفر، خلينا نقول بصل مع ذره، بيطلع شيء خايس. اوكي اوكي ما طلع شيء يعني. اوكي اعطانا ليفل 2، اوكي احسن من الذره لحالها، كويس. ها كيف؟ اوه يقول الحين جاهز تروح تستكشف الجزيره اللي في الشمال اللي فوق هناك. ف تو انا استغربت ان ما نقدر نروح لها. You can't just fly over there، ما تقدر تطير هناك. طيب شو نسوي؟ لازم نبني جسر. ايوه وش هذا قاعد يرمي لنا اشياء يا يعني؟ هل معقول هذا توتوريال يعتبر؟ والله ما ادري. طيب هنا راح نبني. هي 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 ريلاكس. اوكي اوه هلا والله. سيلكت ا بلو برنت. طيب خلينا نسوي لنا حبل اول شيء،
صارت كل الأنواع، بس إن أتوقع في أنواع معينة نحتاجها. طيب هنا بس نسوي الكرافت، الكرافتنج ماتيريال الظاهر. أوكي شكل الحين بنسوي الجسر. يلا هذا وشو؟ روب بريدج كيت. نجي نسويها هنا. يي والله يلا ادينا يا ابوي. عشان بيعطينا شنطة، يقول قبل ما اروح تستكشف بعطيك شنطة عشان جنب تحط فيها اكل وكذا. شكرا يا عمري، شكرا. اوكي يا عمري اللي خايفين علي. طيب البريدج اللي بنيه مو تحت هنا، هذا لادر هنا ظهر البريدج بيكون. ايوه هنا، تعال ابوي بتطيح انت يا ورع. ورع ايوه هلا والله. ايزي سمبل از ذات. طب اصبروا قبل ما نروح خلنا ناكل. ايوه هذا وش ذا؟ يمكن هنا نحط اوه تحت في كهف يا عيال. ظهر هنا نحط حبل عشان ننزل ونرجع. بس شوف هنا في كهف. وات ايش الضاطور؟ اوه كهف بعد هنا يا حبيبي. هلا والله. ايوه A small pedestal with a deep slot in it. هنا نحط زي خشبة ونسحب. بعدين يرفع لنا الظاهر الحصى هذه او شيء. حتى هناك تشوفون. اوكي لازم ندورها نلقاها اجل. اوكي طلعنا الحين. وين نلقاها هذه؟ اتوقع في صناديق. في ريشة تحت يا عيال. اوكي. اول شيء الريشة يا عيال على طول. يا عيال في سيف. اوه. هلا والله. السيف ممكن نستخدمه؟ ما اتوقع. في الفتحة اللي تو. خلينا نجرب. شو رانا؟ اوكي خلصنا من المنطقة اللي فوق. يعني ما في عيون هنا. قهر. هي نشبت. ابي عين عشان تسهل لي الطريق. التنقل يعني. يب 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 يب. هلا والله. بدينا استخدم السيف. اي والله شكله في تسطير بيصير بعد شوي. What is this? A weak ghostly aura. Touch يا بوي. ايوه تعال. يا الكلب. يا ورع. شلون اصد؟ ما اقدر اصد. اوكي سطرتهم. يعني وش اقدر اخذ هذه الحين؟ ما اقدر اخذها. شو الفائده طيب؟ old coin. طيب وذي شكله صعب. طيب اصبروا خلنا كلنا شيء. الكل كل كلنا نتوهق بس يا عيال. تاتش. لا تنحاش. ايش قاعد يسوي حركات ذا؟ اوكي جلدنا واحد. أوه. يا حقير. اوكي تنقص استامينا بس لما يطقني. ما يصير شيء الا تنقص استامينا. كويس جلدنا. اوكي ورين بزران. انتو بزران ثلاثة على واحد كذا نظامكم. سترونج. اصبر 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 اصبر. وين الدرج بالبصل؟ بياكلها. كانت عندي. وين راحت؟ وين عند؟ زرفتني. زرفت يا عيال. كان عندي ذرة بالبصل. وين راحت؟ اوكي اوكي تاتش. يلا خلينا ننجلد. هذا الكبير لازم نجلد اول شيء. لا الاخضر يرمون والاحمر يلفلفون. عن شكل عيال موت. اصبر خلني اتفاهم مع مديركم. يا ورع لا تقعد تسوي حركات موكلي. لا امحطك الحين. احشر. ايه احشر. وين تروح؟ تعال تعال بحشرك انت بعد. تعال جدعان. والله ايزي يا عيال. ايزي بصيرهم باترين. ايه خلاص خذ الصندوق. ريلاكس ما عاد في احد. اوكي جلدناهم يا عيال. معنا الطريق هنا. صندوق. هلا والله. اوه كنا فتحت الكهف. اي والله الكهف. الكهف عند عند الشاطئ. اي والله اللي تحت قايل لكم. قلت لكم يا عيال اذا في حبل ولا لا. قلت لكم في حبل بصير. بس فتح مين حط لي ما ادري صراحه. بس هلا والله بالقارب. هاي ورع. اوه اوه هلا والله. هلا 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 بالريشه. اوكي في باقي ريشه واحده فوق. هي الثالثه الاخيره.
اللي عند الجسر اللي سويناه، بس اني ما ادري شلون اروح له صراحه. اوه هذه سالفه، براني ما رحت يسار على طول. طيب الحين عندنا كل ثلاث ريش، يعني نقدر الحين نسلم كل الهدايا وخلاص، سلمنا سبع هدايا نصير او سبع ريش. فاتوقع كذا خلصنا موضوع الهدايا. امسك امسك. حسان يديدت يو بريفلي ميد يور واي ثرو ذا كيف. جلدتهم جلد بعد. اوكي يقول خلاص تبي تصحى من الحلم، ابن هذا اللادر اللي هو السلم وروح نحطه في السفينة وخلاص راح تصحى من الحلم. بعدين ظهر نروح الحياة الصدقية. طب اسمع خذ الهدايا حقتك. واقدر اعطيك قروش بعد. اوكي طب خلنا نعطي القروش بعد. شوف حركته بس شو يسوي يقهر. اوكي اعطانا بايرت بيد. اوكي خذ خذ القروش. تفتح لنا الظاهر ايوه تفتح لنا ديكوريشن اشياء كذا. اوكي اوكي والريش تضبط العلاقه نايس. طيب الروب هذا وش يحتاج؟ السلم قصدي اللادر يحتاج هذه وهذه وهذه هذه. يا وري ليش ما تعلمني وش يحتاج؟ طيب خلينا نستكشف. ما اقدر اسوي ولا شيء طفران مره. فياب لازم نستكشف نستكشف اكثر و ونجمع ماتيريال وكذا يعني. طيب وين بيتنا؟ ممكن لازم نكون قريب شوي. يلا الحين نجرب. اي والله لازم نكون قريب يا عيال. اوكي حلو. مشينا بالقارب. وش هذا المكان؟ في كام فاير. ايش هذا؟ سيف بعد. تشوفون هذه تشبه الجزيره اللي انا الجزيره اللي انا فيها. ايوه في 3 جيمز. فيقول لك ان هذا كل جيم مكانها في كنز، وهذه تشبه الخريطه حقتنا. تشوفون احنا هنا الحين في الجزيره هذه الصغيره، هنا لقينا القارب والكيف. خل نروح نشوف وش السالفه. مشينا عند مكان اللي جينا منه، اللي خذ منه القارب. في الزاويه المفروض في مكان تريجر او شيء زي كذا، ما ادري. في شيء لمعته؟ اي والله اي والله. هلا والله بلاك راكز. اوكي المنطقة اللي تو تعلمني اماكن كنوز وكذا. اوكي راح نوقف هنا. ان شاء الله في الحلقة الجاية راح نشتغل على موضوع اللادر ونحاول نصحى من الحلم ونشوف ايش فيه بعد لما نصحى من الحلم. ايش راح يكون فيه؟ هل راح نبدا مغامرتنا الحقيقية نروح للجزيرة اللي فيها ابونا ولا في السالفة؟ ان شاء الله انكم استمتعتوا. لا تنسوا تشتركوا في القناة وحطوا لايك. اشوفكم مقطع. سلام.